الرؤية الصحفية والتوقع الصحفي لمباراة في هذا التوقيت، بنتكلم عن الأهلي خارج من هزيمة قوية أمام بيراميدز، مش فكرة هقول هزة أو حاجة مختلفة، الزمالك كمان في انتعاشة شوية بالفوز الأخير على غزل المحلة. هل المباراة في البداية في التوقيت ده ليه مدلولات كثيرة وليه رؤية مختلفة وتأثير؟ ممكن احنا بنشوف ناس تبقى ممكن الأهلي الزمالك يبقى مهزوم والأهلي يبقى فايز والعكس يحصل في المباراة، وكمان تداعيات المباراة على مباريات الدوري فيما بعد، ان الفائز هيبقى انتعاشة كبيرة كمان. كلام الأول عن الرؤية وتأثير. بالتأكيد المباراة زي ما انت قلت هي خارج التوقعات، خصوصا كاس مصر أهلي وزمالك، ما يعني بيحصل فيه مفاجآت وملوش علاقة فيما قبل، يعني ملوش علاقة بمستوى الفريق قبل ما يدخل مباراة الأهلي والزمالك سواء في الدوري أو في كاس، ما بتفرقش يعني المستوى، لكن هي بتفرق المعنويات شوية. لكن هو تأثيرها الأكبر زي ما انت قلت هيكون تأثيرها على الفريق الخاسر، لأن هو لسه عنده بطولة دوري 10 ماتشات بيحددوا شكل يعني بطل الدوري المصري، فالفريق اللي هيخسر هيكون يعني مطلوب من المدير الفني دعم غير عادي، مطلوب من الجمهور ان هو يدعم الفريق الخاسر عشان يقدر ان هو ياخد بطولة، لأن هو خسر بطولة كاس فمطلوب ان هو يعوضها في بطولة الدوري ويعوض جماهيره في بطولة الدوري. تحدي كبير لمستر ريكاردو سواريش، خاصة ان دي اول ديربي بين الاهلي والزمالك يقوده سواريش في تدريب النادي الاهلي، على عكس مستر جوسوادو فيريرا. شايف ان الفترة اللي فاتت كان في تخبط شوية بالنسبة لنتائج النادي الاهلي، الاهلي قدر ان هو يكسب فيوتشر 4، بعد كده قدر ان هو يتعثر قدام بيراميدز. تحدي جديد بالنسبة لسواريش ان هو يقدر يصالح بيه جمهور النادي الاهلي. بطولة كبيرة زي كاس مصر دي اكبر دليل على مصالحه النادي الاهلي، واكبر وعربون محبه نقدر نقول كده البلدي، عربون محبه للجماهير الاهلي، ان هو يثبت لهم ان هو مدرب قدير ان هو يمسك نادي الاهلي، على عكس بقى مستر فيريرا. مستر فيريرا عنده خبرات كبيره في التعامل مع الديربيات، قاد نادي الزمالك قبل كده في كذا ديربي قصاد النادي الاهلي، عنده خبرات كبيره، قدر ان هو يفوز على النادي الاهلي في كاس مصر وياخد كاس مصر ايام باسم مرسي ويفوز عليه 2-0. بالتالي برضو ان هو عنده خبره اكتر في الديربيات ويقدر ان هو يحسم البطوله. بالنسبه لموضوع الخبره دي مباراه خارج التوقعات بيحكمها امرين، اولا جاهزيه الفرقتين على المستوى التكتيكي بالنسبه للمدير الفني، ثانيا قدره المدير الفني على تجهيز اللعيبه نفسيا وذهنيا وبدنيا للمباراه دي. دايما الامور بتبقى في اول 10 دقائق او ربع ساعه صعبه شويه، لكن بمجرد ما بيجي هدف الامور بتفك. المباراه المره دي مختلفه لانه فيها بطوله، مش في الدوري لا، في كاس وفي ميداليات وفي فلوس وفي رعايه، فالامور علشان خاطر انها بطوله فهتبقى مختلفه شويه. مين يفوز مين ينهزم، انا في تقديري انه الزمالك اجهز، لكن المفاجات وارده، يعني اعتقد الامور مش صعب ان حد يتكهن بيها قبل الماتش. يعني مباراه القمه بالتاكيد لا تخضع لاي مقياس، شفنا مباراه في الدوره الرباعيه النادي الاهلي لعب بعدد من اللعيبه الشباب وقدر يكسب الزمالك وقدر يكسب بطوله الدوري وقتها، كان اقرب مثال كمان الدور الثاني المباراه اللي كانت منذ ايام، نادي الزمالك قدر يقدم مستوى كويس قدام زي ما بنقول على طاوله النادي الاهلي بمجموعه من الشباب وقدر يحقق نتيجه التعادل 2-2 وكان اقرب للفوز في الدقائق الاخيره. فبالتاكيد كل الامور دي هتخلي المباراه اكثر شراسه، اكثر سعيا لكل فريق يقدر يحقق البطوله عشان تقدر باذن الله الفتره الجايه تاثر من ناحيه ايجابيه في مشوار في بطوله الدوري العام.